زخرت ماشي. يعني انا كنت اتكحل، كنت اتكحل، وانا كنت واحده واحده، ما نشدليه، كنت واحده، كنت اطلع فوق الافنايم، فوق الكسه بالرجلين، لاني عافع عشاني عفتي بعم حد للسداء للمحرشه في ساكتي شبابين يلدين يلدين. تصبري لي عن دغين كاله شايتم وسيم شايتم يلدين، אבל بتيمانيت كره واحده في البرخط حقنا، في البرخط حقنا بيخيني ايش لانه شتايم احدي موفيلا ليركون، واحده موفيلا ليركون، واحده حق اشتياش الكولا ازور. دخلت انا واحده نمهر، احنا بنمهر، جاء واحد من يخيني، اي فاتم نحن وبا مي اتم امرتي بنت الغزي وبنت حيم، بنت حيم وبنت الغزي، واحنا بنمهر. قال يا بنات الممزار كذا انت اتم تقيعوا لي يركع المش امت وخلطكم تحذروا مهير بل حزن ومهير. قلت قال لا ابا لا تقول لبي ما يا ابوي بش اللي هيا كشه ورب قدول ابي كان يقرا يقراو في السفر تورا وابي البي ما كم ايلادين يشلا معي احد اسرا واربعه هورتي بزلط. تسبري لي على كل المشبخه شلخ جام على اخيم شلخ جام على هوريم شلخ جام على الايلادين شلخ على النينين مش هتوتا حمش اللي نحن هينو 10 17 بيت ايمان 10 11 12 13 14 15 شنو 15 احمش اللي نقعوا ب ما عمري ملين ابوي شريرين عتبيم العتبيم بعفريت نبوي شريرين يعني يضحك بعفريت يعني بتمات بل العصبي حقهم ماتوا اخواتي كلهم كنا خمس خوات ما بقيت الا انا ركنا خواتي ماتن كلن هي ولهم تنفو يشرين العصبي ما هولا واخواتي كلهم ماتوا نشعر لي جيفع شمشون وموشه نشروا لي شلوشة أحي كل حمش اللي ماتوا ها نفو يشريني ما زي هرسقت كل مشبحة كان أيوة אתם, היה לכם מקצוע, לגברים היה מקצוע, נכון? כן. איך ידעו איזה מקצוע כל אחד? למשל, אבי. בערב בתימנית. אבי. כן. חלתי. אבי תזווג בתלס. תזווג בתלס. חלתי כנת תמדיר הזה אלג'מין. אוקיי. היא תטרח מיה לליום. מיה לליום. כלי חרס. מיה. والثانية أطها دبر إيه مش اللي أمي ما كانت تمدر أبل قال لها أبي أش ما ودها أنا لك حتي بحوراس أشليشي الثالثة يعني كيلو ما لوبا تحيلة عستا هي فعلت ال أمباتيو تايله وهي السيري مقدولي ما إله زي إيه مش اللي وبتفعل المبخرة شهر خيم لحنة بهالكل عصيمة إيش عصيمة إيش ويطرحوا بخور بتمن شلوه تريح هذا عشان ملأ زيوفي مصفي تدربه